فنصلي على الميت على الجنازة. يكشي مدليد مليمة ناصبة مارتفة مدليد في أصاد لا ناصبة مارتفة. نكبر الله أكبر. مفيمة الله أكبر. بعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الفاتحة. وبتم مفيمة استعاذة ببسملة شدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتشتم سورة فاتحة. ثم الله أكبر نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نستمع مفيمة الله أكبر يمدلمشة صلاتنا نشجع نا إبراهيم عليه السلام إلى نشجع بروكا صلى الله عليه وسلم. ثم نكبر الله أكبر وندعو للميت. później dalej wciąż stojąc mówimy trzeci raz Allahu Akbar i wtedy robimy dua dla osoby martwej. ثم نكبر الله أكبر ونسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. i następnie czwarty raz mówimy Allahu Akbar i mówimy jedno assalamu alaikum albo możemy powiedzieć dwa.